أصدقاء قناة كاريكاتون، بنشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة لينا، وبنشكركم كمان على حل الألغاز اللي بتكون موجودة في آخر كل فيديو. كنا سألناكم المرة اللي فاتت تتوقعوا مين اللي ممكن يكون صور هيوري مع فريق لبلب وخلاها تفقد وظيفتها، وبنشكر أصحاب النجمة الذهبية للأسبوع ده اللي قدروا يخمنوا مين اللي عمل كده في هيوري. تعالوا نعرف الحكاية في نهاية قصة حكاية هيوري، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنساش تتفرج على الملخصات السابقة علشان تفهم الأحداث الأنمي ماشية إزاي. دينا كومارو صديقة هيوري، بتضطر تشتغل بعد المدرسة في مطعم على الرغم إنه ده عكس شخصيتها، لكنها حابة يكون معاها فلوس كتيرة، وده علشان تدعم أكتر شخص بتحبه هو أيزو. كالعادة بتدخل هيوري على أصدقاء الفصل وبتسلم عليهم، ولما بتلمح ناكومارو إن أيزو بيلعب كان باين عليها الإعجاب جدا بيه، حتى لما سجل هدف كانت منبهرة بيه جدا لدرجة إن لاحظ أصدقائها، فجرت بحجة إنها تشتري حاجة، وبيستغربوا من طريقتها جدا. بتروح ناكومارو تراقب أيزو وهي فرحانة وقلبها بينبض، وبتصوره وبيلاحظ وجودها جيرو، وفضل يبص لها أثناء وجوده في الفصل، فسأله أيزو بتبص على مين، فقال له البنت اللي لابسة نظارات هناك دي، لكنها اتحرجت جدا لما بص لها أيزو، وبتروح هيوري النادي تتمرن كعادتها. أما عن فريق لبلب فتحسن أدائهم جدا وشغلهم زاد، حتى إن مصففة الشعر قالت لهم إن زادت شعبيتهم مؤخرا أكتر من الأول، وسألتهم عن البنت اللي كلها حماس اللي كانت بتشتغل معاهم اللي اسمها هيوري، ولما عرفت إنها استقالت من العمل زعلت جدا لأنها كانت مرحة جدا. ولاحظ الاتنين غيابها بسبب طعم قهوتهم اللي اتغير، فقالت لهم الموظفه انها سابت الحمل على هيوري لدرجه انها نسيت هم كانوا بيحبوا ايه، وبتقول لهم كنت اتمنى انها تستمر معانا لانها شخصيه مجتهده جدا في شغلها. وافتكر الاتنين كلامها عن فريق لبلب وانها كانت حابه تنقذهم. تاني يوم اثناء تواجد هيوري مع صديقاتها، بتفرح هاتوري جدا بسبب توقف المضايقات اللي كانت بتتعرض ليها هيوري، فقالت هيوري انها مقدره جدا زعل المعجبات منها، فقالت لها ناكومارو كانك بتشتغلي معاهم في وكاله اعمالهم، فانكرت هيوري وقالت انها بتتمنى الموضوع ده متكررش تاني، لكن ناكومارو كانت غضبانه جدا، وهاتوري قالت لها انها تحميها لو اي حد اتعرض لها تاني، وقالت لها ناكومارو كلنا في صفك، ففرحت هيوري بكلام صديقتها جدا، لكن زاد غضب ناكومارو وسابتهم ومشت، وهي متغاظه من هيوري قوي، وشافها حد تاني وهي بترمي شنطتها وبتشتم على هيوري، وطلعت صورتها مع فريق لبلب وفضلت تشطب على صورتها، وده من كتر ما هي متضايقه منها وحطت الصوره في الشنطه، بس طلع اللي شافها ده هو جيرو، واثناء وجودهم في الفصل بتقترح هاتوري ان هم يروحوا لبيت هيوري ويعملوا حفله عندها وياكلوا بيتزا معاها كمان، وهيوري كانت سعيده جدا باقتراحها. واثناء خروجهم من الفصل سوا بيسالوا بعض اذا كانوا بيحبوا حد، فقالت هيوري لا، فقالت هيوري انها ما بتحبش حد، لكن ناكومارو لما سالوها كانت لسه هتجاوب، راح جيرو موقعها على الارض، وقعت منها شنطتها فدفعت عنها هيوري، وقالت لجيرو انه ياخد باله بعد كده، لكن هيوري اتفاجئت جدا لما شافت نفس الصوره بتاعتها اللي كانت مع فريق لبلب ومشطوبه على شكلها، وعرفت هاتوري ان ناكومارو هي اللي صورت هيوري مع فريق لبلب، ولما سالتها هيوري ليه عملت كده قالت لها ناكومارو لاني بكرهك، طلعت تجري وهيوري مصدومه جدا في صديقتها، وبدات في الجري لانها ما قدرتش تنام بسبب اللي هي عرفته، ولما جاعت فجاه بتلاقي منى في طريقها بالصدفه تاني، وحكت لها هيوري عن كل اللي حصل من صديقتها، وانها ما كانتش تعتقد ان صديقتها ناكومارو بتكرهها قوي كده، فقالت لها منى انها كانت بتعتقد انها بتكره اختها الكبيره لمده طويله جدا، لكنها كانت بتحترمها ومع ذلك بتغير منها، وان ده سبب ليها الم كبير، واكيد صديقتها ناكومارو في سر كبير ورا كرهها لهيوري، وطبعا بتتألم بسببه لكنها مش قادرة تعترف بيه قدامها، ونصحتها انها لازم تجرب تسألها عن شعورها ناحيتها، فشكرتها هيوري جدا على نصيحتها وانها تسألها اكيد. تاني يوم بتسلم هيوري على ناكومارو فسابتها وطلعت بره الفصل، حتى بعد الفصل كانت بتجري ناكومارو وبتفضل هيوري تدور عليها في كل مكان، وبعد ما بيخلصوا بتطلع هيوري تجري وراها في كل مكان، وناكومارو بتستخبى لحد ما لقيتها ونطت عليها هيوري، وناكومارو بتفضل تبعدها عنها وقالت لها ما تجريش ورايا تاني، فقالت لها هيوري قولي كل اللي في قلبك وما تخبيهوش، قالت لها ناكومارو انا بكرهك لانك قريبه من فريق لبلب وانتي ولا حاجه، وانها كانت بتراقبهم في صمت وبتشتغل كتير علشان ترسل لهم دعم، ومسكتها ناكومارو وقالت لها ما تحسبيش نفسك انك حاجه، فقالت لها هيوري انا مش كده، والاتنين مسكوا في خناق بعض، فقالت لها ناكومارو انها شافتها معاهم وهم خارجين واللي هي بتعمله ده بتاذيهم بافعالها، فقالت لها هيوري انت اللي اذيتيهم لما صورتيني معاهم، فقامت ناكومارو ماسكه شعر هيوري وقالت لها انت السبب في كل ده، فمسكت ايديها هيوري وبعدتها عنها وقالت لها لو كنت عارفه اني غلطانه كنت قلتي لي بيني وبينك، ما كنتيش فضحتيني كده، والاتنين غضبانين جدا من بعض لدرجه ان الاتنين هجموا على بعض، وراحت ناكومارو لكمت هيوري واغمى عليها، ولما صحت هيوري لقت فريق لبلب جنبها وبيقولوا لها ما تتكلمش، وشافت ناكومارو نايمه جنبها وكمان معاها كتاب عن رحله فريق لبلب، فقالت انها ما كانتش تعرف انها كانت بتحبهم قوي للدرجه دي، وفضلت تعيط انها اذت مشاعر صديقتها من غير ما تحس، وطلبت منهم يمشوا علشان ما حدش يشوفهم معاها وبيواسوها، ففضلت تعيط كتير بسبب اللي حصل. تاني يوم بتفرح هاتوري لما لقت هيوري بخير، وناكومارو محرجه تكلم هيوري بسبب اللي هي سببته لها، وعرفت هيوري ان العد التنازلي لحفله فريق لبلب بدات، والكل كمان بيهنيهم ومتحمسين لحضور الحفله،
اما عن هينا زعلانه لانها شايفه هيوري زعلانه حتى انها ما سمعتش حبيبها كوتارو وهو بيعزمها على حفله فريق لبلب. بتفرح هاتوري لما لقت ناكومارو اخيرا وحكت لها انها كانت في المرحله المتوسطه كانت بتاكل لوحدها وما كانش عندها اصدقاء خالص، لكن كل شيء اختلف لما اتعرفت عليها هي وهيوري في المرحله الثانويه وطلبت منها يرجعوا اصدقاء تاني. رفضت ناكومارو وقالت انها عرضت هيوري للخطر وده بعد ما نشرت صورها وكمان لكمتها في وشها. قالت لها هاتوري بس انت كنت بتعيطي وقلقانه عليها بعد ما اغمى عليها. سابتها ناكومارو وقالت لها فات الاوان. ولما شافت هاتوري دفتر فريق لبلب بتاع ناكومارو قالت لناكومارو ما كنتش اعرف انك بتحبيهم كده. فمشت ناكومارو وقالت لها انها ما تستحقش تكون معجبتهم من هنا ورايح وسابت دفترها مع هاتوري. نروح لفريق لبلب وبتمدحهم مديره اعمالهم على شغلهم وكمان ادت لهم عدد من تذاكر حفلتهم يدوها للي حابين يشوفوهم في الحفله. وتاني يوم بيدي فريق لبلب تذكره لمعلمهم اللي وقف جنبهم في محنتهم الاخيره وبتديها هاتوري لهيوري مذكره فريق لبلب بتاعه ناكومارو وقالت لها ان ناكومارو مش عايزاها. وفجاه بتقع من المذكره تذكره لحفله فريق لبلب. ولما سالت وظفة ايزو جيرو هل اعطوا لهيوري تذكرة لحفلتهم فقالوا لها لا وقالوا لها ان هما مش حابينها تكون واحدة من الجمهور. نرجع تاني لناكومارو كان من الواضح عليها اعجابها الشديد بايزو لان حبها ليه اللي خرجها من وحدتها حتى انها فرحت جدا لما اكتشفت ان هو فصلها واشتغلت بعد المدرسة علشان توفر فلوس تدعم بيها فريقها المفضل لكن انبه ضميرها لما اذت فريقها المفضل في عملهم. وفجأة بتلاقي ناكومارو وهيوري في غرفتها بعد ما سمحت لها امها بالدخول وعرفت هيوري قد ايه ناكومارو بتحب فريق لبلب من كل حاجة شافتها في غرفتها. ولما رجعت لها هيوري مذكرتها تذكرتها رفضت ناكومارو تاخدهم وقالت لها ذهابها للحفله ما يخصهاش وانها ما عادتش هتكون معجبه بفريق لبلب وطردتها ناكومارو وقالت لها ما تجيلهاش هنا تاني. نرجع لايزو اللي قرر يدي لاخوه تذكره للحفله هو وحبيبته اريسا وجيرو ادى لاخوه كوتشيرو كمان تذكره للحفله. فقال له اخوه انه لازم يدي لهيوري تذكره لان من الصعب عليها جدا تلاقي التذكره على الانترنت. وفجاه بيخبط الباب على هيوري وبتطلع انها مديره اعمال فريق لبلب وبتطلب منها تكون جزء من الفريق تاني لاخر يوم. ففرحت هيوري جدا واخدت البطاقه وقالت لها انها تيجي وراها بس لازم تروح مشوار الاول. وبالفعل بتروح هيوري تاني لناكومارو واعترفت لها انها كانت من ضمن فريق عمل لبلب واعتذرت لها انها خبت عليها طول المده دي وانها اكتشفت انها المعجبه الاولى لفريق لبلب شيوتان وده لما كانت بتقرا رسائلهم وكانت معاهم وتصالحوا الاثنين سوا وجروا الاثنين للحفله اخيرا واعتذرت ناكومارو لهيوري على اللي هي سببته لها. واخيرا وصل الاثنين للحفله وبدا فريق افت فور بالعرض بتاعهم الاول وبتوصل هيوري ليهم وبتحمسهم وبيستعد ايزو وجيرو للصعود على المسرح. واخيرا بداوا عرضهم بطريقه جميله جدا والكل بيغني معاهم حتى ان فرقه افت فور كانوا سعداء بعرضهم جدا وشافت عرضهم ناكومارو وهي سعيده قوي باللي حصل. ولما خلصوا عرضهم مدحهم فريق افت فور على عرضهم الجميل ده وبتفرح هيوري بالعرض وقالوا لها انها اثبتت جدارتها بشغلها معاهم. فقالت لها المديره انها محتاجاها ترجع تاني تشتغل معاهم وفرحت هيوري جدا باللي اتقال. واخيرا بينتهي الانمي ولسه ناكومارو معجبه بايزو جدا ولسه ايزو وجيرو بيتخانقوا مع بعض على اتفه الاسباب وهيوري لسه بتساعدهم في عروضهم حتى لو كانت باندا وبترقص معاهم. وبكده يكون انتهى القسم الاخير من انمي حكايه هيوري. واللي حابب انميات جديده ياريت يكتب لنا في التعليقات وياريت كمان ما تنسوش تجاوبوا على الغاز ملخصنا النهارده. ما هو الشيء الذي يسير بلا اقدام ويطير بلا اجنحه ويبكي بدون عيون؟ اما عن اللغز التاني فما هو الشيء الذي ليس له بدايه ولا نهايه؟ وكمان لازم نقول اجابه لغزنا اللي فات وكانت الاجابه اللسان.